أخبار اليوم. التجهيزات اللي موجودة رز، في لوبيا طبعا، دي لحمة، في سلطات، في مخلل، في يعتبر وجبة أساسية بياخدها أي بني آدم طول الشهر. طول الشهر موجودة هنا الوجبة دي، بياخدها يعني لو جاي فرد واحد طول الشهر بياخد الفرد، 10 أفراد بياخد ال10 أفراد ده طول الشهر. مفيش يوم اسمها النهاردة جمعة النهاردة سبت، لأ، ده شغال على طول موجود هنا. ده لوبيا وده الرز وده حضرتك طبعا دي لحمه، ودي حاجه يعني عشان السوسه والخضار بتاعها لما وشه بيروح انا بعمله عليه وبشتغل منه، عشان برضو التكه او الطعم بتاع الناس اللي هي بتشكر فيه، وما اسالونيش انا، اسالوا الناس اللي بتاكل انا. وبعدين في ناس بتزكي بمالها وناس بتزكي بصحتها، احنا من اللي بنزكي بصحتها. يا رب مصر ترجع زي ما كانت وترجع احسن. مصر خلي الناس تمشي، انا عاوز امشي وغير عاوز يمشي، كله عاوز يهج يطلع بره. من ايه؟ ما قله المخ التعبان، في غسيل كتير. سيبوا الناس تشتغل، والله العظيم لو سبتهم يشتغلوا هيتلاقي في حاجات حلوه كتير.